الحكاية كان يا مكان يا سادة يا كرام مصيص طبران ومخلاني في الأمان شغلني أحلى بيت وحل السماعات سمعوا أحلى كيك وسنين محول بإفهات أحلى بزعلان شباب كبار صغار والكل بيسمعونا كلام صريح سريع بيعوا الأول من جنونة من دماغي بحط راب من الحياة اللي قدامي مش بلالي لا معاني بس بوضح المعاني انعكاس اللي بوضحت الأساس في دماغ الناس وبسرعة بالانتقال يلا بينا على التسويحة حديث لغة عربية من الصبور إلى الصفيحة اسقط من الطريق تفرق لك جمال تطبيعة صدق أو لا تصدق تقعد تتاتي تفكك في المعاني من وجهة نظر زينك فكري شكر لك في الدورة يا غالي ترجع تحضر برشا تنسك مش عضوها